فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: وقال الله تعالى في صفة المغضوب عليهم من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ووصفهم بأنهم يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. والتحريف قد فسر بتحريف التنزيل وبتحريف التأويل. فأما من صفات المغضوب عليهم وهم اليهود ومن اتصف بصفتهم وسار على نهجهم أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون كلام الله عز وجل. والتحريف على قسمين: تحريف لللفظ بأن يزاد فيه أو ينقص، لأنهم لما قال لهم الله جل وعلا وقولوا حطة قالوا حنطة، قولوا حطة يعني اغفر لنا ذنوبنا وحط عنا خطايانا، طلب منهم الاستغفار. فهم غيروا وحرفوا كلام الله وقالوا حبة في حنطة، يعني يريدون الأكل بدل الاستغفار قالوا حبة في حنطة، فزادوا النون في كلام الله عز وجل. هذا تحريف اللفظ. تحريف المعنى أن يبقوا اللفظ على ما هو عليه لكن يفسرونه بغير تفسيره، يفسرونه بغير تفسيره، مثل تفسير الجهمية لآيات الأسماء والصفات، أنهم يعولونها ويفسرونها بغير معناها الصحيح. فهذا من تحريف اللفظ، مثل تفسيرهم الوجه بأنه الذات واليد بأنها النعمة، وتفسير الرحمة بأنها النعمة أو إرادة الإنعام، إلى غير ذلك من تأويلاتهم الباطلة. نعم.